استكمالا للعملية 26 للترحيل وإعادة الإسكان في طورها الأول، تم اليوم بالعاصمة ترحيل 104 عائلة من الأحياء القزيرية وكذا الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز مشاريع سكنية بكل من الكاليتوس، بوروبا، الدويرة وزيرالدا. للإشارة فإن العائلات قد استفادت من سكنات عمومية إيجارية على مستوى الأحياء السكنية الجديدة 988,332 مسكنا ببلدية ولاد فايد. التغطية كانت لهجر بوعلي. عندي 15 سنة وأنا في البراكة بالجارة في كاليتوس، والحمد لله اليوم فتح ربي لا قبة لي مازال إن شاء الله، وبالبركة علينا كاع ولا أمة محمد. ونشكر الدولة الجزائرية وما نساوش خير تاع القائد صالح الله يرحمه. الحمد لله اليوم رحلونا، ونشكر رئيس تبون اللي قام بهذه العملية. كنا مرمدين ما عندي ما نقول لكم، بزاف عانينا يعني الحمد لله ربي فرج علينا اليوم. عانينا بزاف 25 سنة وحنا ساكنين في القصدير، هذه طومبا من هذه احنا شمنايا يا اختي، عينا بزاف والحمد لله اليوم ربي كما يقول لك رئيس تاعنا شافينا بالعين الاعتبار ورحلنا والحمد لله. انا ساكن في حي الكاليتوس طوب من الراس، كنا حوالي مده 20 سنه هكذاك، يعني من ناحيه الامور والظروف يعني تجاوزنا مشاكل، واليوم الحمد لله فرجعنا ربي. ونشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون، ونشكر كل الجزائريين، وان شاء الله ربي يحفظ بلادنا.